ده يعني توصيف معلوم ومعروف الذين يسمون بالسلفيين في بين قوسين السلفيين الجهاديين في السجون. لست أنا وحدي الذي صنفتهم إلى هذه التصنيفات الثلاث. هناك صنف يعني ليسوا أهل حوار ولا خلاص تشبعوا بالفكر الداعشي، تشبعوا بالقتال وبالقتل، تشبعوا بالتكفير يعني قبل أن يحل دمك وأن يستبيح دمك وأن يستحل عرضك فيكفرك طبعا لأنه هو المفتاح بعد تكفيرك. إذن لا فإذا هذا الصنف هذا يعني ليسوا أهلا لا حوار لهم، يحزنون. هؤلاء ينتظرون الفرصة للمرور إلى pour passer à l'acte إلى التنفيذ. فماذا نصنع لهؤلاء؟ هذه مهمة المؤسسات الأمنية هي التي عليها الواجب الأول والأولى من أجل حماية الأمة من شرور هؤلاء. طبعا انهم في السجن، دخلي للسجن جبريهم، لا يخفونا. لا اعطيك الاسماء، نكون بوالي ديك الساعه نكون حماق اللي اعطيتك الاسماء. الصنف الثاني هو صنف مذبذبين، صنف التالف ضائع، لا هو مع داعش ولا هو مع بلاده ولا هو مع الخديعه، يعني تجدين الشخص الواحد هو المفتي لنفسه وهو العالم لنفسه وهو الإمام لنفسه وهو ضايع. هؤلاء أنا أوصي بالحوار على الدولة، واجب محاورة هؤلاء. الحمد لله البلاد فيها يعني تزخر بالعلماء الكبار، ولما لا تدخل لجنة علمية وتطوف في السجون وتحاور هؤلاء كما فعل في السعودية، في اليمن، في مصر، في عدة مدن حيث كان ونجحت تلك المحاولات، في موريتانيا أصلا، في الجزائر. فإذا هؤلاء أظن أن المقاربة الأمنية وحدها أظن ربما فيها، لكن المقاربة العلمية التوجيه، الإرشاد، المناظرة، المحاورة، هذا المذاكرة والمحادثة، هذا هو الذي يصلح مع هؤلاء. وأنا متأكد أنه نستطيع أن ننقذ الكثير من. ثم الصنف الثالث، الصنف الذين ذهبوا مع الحملة ثم لا إشكال عندهم أبدا في أن يندمجوا في مجتمعهم وأن ينخرطوا في مؤسساتهم. أنا أعرف منهم الكثير لا ينتظرون سوى عفو ملكي ثم لنجدهم في المجتمع ولا فرق بينهم وبين باقي المغاربة. هؤلاء أظن أن يجب النظر في إعادة النظر لعل وعسى. أستاذ إنا صنف، نعم إنا صنف الحجازي، أنا معك في الزنقة، إنا صنف، أنا كان أدر معك مع الناس اللي في الحبس الأصناف، أما أنا وأنت لا فرق بيني وبينك. ما يمكنش، مستحيل. أنا يكفي أن ملك البلاد زارني في مسجدي وكنت إماما له حفظه الله، وهذا في دليل قاطع، دليل عملي أنه لا علاقة لي لا بالصنف الأول ولا بالثاني ولا بالثالث، إنما أنا مواطن مغربي داعي الله سبحانه عز وجل. جاءت الحملة ادتنا الحبس ظلما وعدوانا، فأبى جلالته الله يحفظه إلا أن يعيد الاعتبار لأهله وإلا أن يجبر الضرر في أزهى صورة وأجمل صورة، حفظه الله ورعاه.